السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم مجوهرة المتوكل، مستعين، عائلة مستعين، عائلة المباركة الديبية في مكان محببهم. تحية للجميع وتحية للحباب ديالنا. تبارك الله عليك أستاذ سي العربي. العربي مرحبا، تبارك الله عليك، حياكم الله. يلا البنات، معكم مجوهرة المتوكل سعيد المسافي. هذاك التليفون الآخر واش ديروا تيك توك؟ هذا تيك توك التليفون الآخر سعيد المنعم. بسم الله، حياكم الله من جديد. إذا الآن مع سعيد مسافر، مع مجوهرة المتوكل، مع الذهب الجديد، مع النوى ديال دائما على التيك توك. دابا الآن الناس ديال الفيسبوك عبد المعين وكيوجد ليهم، الناس ديال انستغرام هما على أتم الاستعداد. يلا بارطاجيو باش إن شاء الله اليوم نوريكم شي هميزات في المجال ديال الذهب. اليوم جميل ان شاء الله عز وجل، مع الاشياء اللي هي ان شاء الله ثمينه وجميله ان شاء الله. نتمنى تعجبكم، نتمنى الاعجاب ديالكم. اذا كنتمنى الذهب يعاود يتراجع، لانه كاين واحد الصعود اللي هو ملحوظ، الصعود اللي هو يعني باين اليوم. تزاد مع الثاني كما كيف كتعرفوا، ماشي بحال الاسبوع اللي فات كنا كنتمنوا ينقص، لكن للاسف تزاد الذهب، زاد، لانه دائما الذهب كيف تعرفوا البنات ما فيش ثقه. في انستغرام هنا وليك تيك توك خلاص. اذا مرحبا الناس ديال تيك توك، صحابنا واش مع الناس في انستغرام، الناس ديال فيسبوك. هو ان المهم كيوجد باش نستمر معكم على المباشر، على القنوات اللي كينقلونا، وعلى كذلك الانستغرام وفيسبوك وتيك توك. حياكم الله، ألف مرحبا. إذا مباشرة إن شاء الله غادي نزيدو في هذا اللايف ديال اليوم. نتمنى بارطاجيو البنات. يلا العائلة ديالنا الشريفة القريبة والبعيدة، حياكم الله. إذا مجوهرة المتوكل سعيد مسافر، اختصاص ديالنا هو الذهب، عيار 18 كسائر ذهبية. اللي كيبغينا يتواصل معنا في الهاتف ديالنا اللي هو 06 06 78 91 91. انا خدام وليدي 91 34. هاد المنعم 27 في الاخر ياك، سبعة وعشرين في الاخر ديال الصفر. سبعة وعشرين. اذا هو هذا 06 78 91 34 27، ولا 07 07 76 32 32. اذا هذا هو الهاتف ديالنا اللي بغى يتواصل معنا. سجلوا لنا سير تيك توك الله يجزيكم بخير، حيت ما كيتسجلش لنا، لكن في الفيسبوك وانستغرام. الهاتف ديالنا هو هذا 06 78 91 34 27. خالد، نعم، هبط داك الريض وليدي، هبطو شويه ان شاء الله. مرحبا بهم. اذا على بركه الله هذيك الماكينه وليدي. اذا اليوم الهميزات البنات عند مجوهرة المتوكل سعيد مسافر، شارع الفدار رقم ديالنا 86. الهاتف ديالنا هو ليتك التاريخ، خلاص ديالنا هو الذهب كسائر ذهبيه عبر ربوع المملكه. دائما كنفكروا بان احنا عندنا عيار 18، الناس اليوم كيعرفوا بان عيار 18 كيجيو الكلام ربما كيتكرر، لكن هذا دائما كنكرروا، لان ماشي كلشي كيفهم الذهب، ماشي كلشي كيعرف الذهب، ماشي كلشي كيعرف بان عيار 18 راه هو من اختصاص ديالنا في بلادنا. لكن دائما الناس كيدخلوا الجو، لكن دائما كنفكروا الحباب ديالنا وكنفكروا في المتابعه ديالنا في المسائل اللي هي من اختصاص ديال الذهب. اذا كاين ضمات اليوم زوينين، كاين اليوم كرافاج بولحيه اللي كيقلب عليه، كاين دويجات. اذا نمشيو مباشره الدويج، عفوا الهميزات.
بالنسبة للعيالات أو البنات اللي كيبغيو عصير الصابون الموصيني على عصير الصابون هذيك لا هذيك 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 خليه خليه أرى لي مسطرة وإذا مسطرة إذن هذا عصير الصابون الوزن ديالو فيه 60 غرام فاصلة 60 غرام فاصلة 96 اللي كتقلب على شي قياس صغير ها هو 6.1 تحية للأستاذة كوثر ها هي من أمريكا كانت وصلتني على هذا ربما تكون كتشاهدني وكتتابعني اليوم نقول لها ألف مرحبا عند مزورة المتوكل وكنذكرك بأن هذا العصير الصابون وهذا النوع ديال الدبليج ديال عصير الصابون كما كيقولوا المراكشيين كما كيقول لنا ديال الجنوب نزل اكادير وسوس لكن حنا في الدار نقول له عصير الصابون حنا على كل حال الالقاب والاسماء انما هي اداه للوصول الى هدف تبارك الله عليكم اذا هذا كيبقى ما شاء الله 60 غرام فاصله 96 قلت تقريبا 61 غرام 60 غرام فاصله 95 كيبقى الثمن ديالو اللهم صل على الحبيب ما شاء الله هذا قديم ما شاء الله كيبقى ب 7 المليون شوفوا لالا شوفوا الاصاله سبحان الله الدق الاصيل اللي هو عريق واللي هو جميل واللي هو انيق ما شاء الله اللي كيدل على الجوده والاصاله سبحان الله الاصاله الراقيه اللي كتميز بلادنا تبارك الله عليكم بعد ما تسمعنا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما اللهم بارك استاذه الطيبه قدك سيدي اخت ليلى نبداو بالصلاه على خير خلق الله يا سلام تبارك الله عليكم البنات تبارك الله عليكم مولاتي كل شيء الحمد لله هذا اللايف ديالنا يتميز بالبركه ويتميز بايش بهذا النبره الصوتيه لكل واحد فينا او الانامل اللي كتكتب الصلاه على رسول الله وحنا بطبيعه الحال حنا متبعين هذا الخير ديالنا كنعرضوه كل شيء غادي يصل ليه النصيب ديالو اذا هذا كيبقى الثمن ديالو ما شاء الله 7 المليون الوزن سمعتوا كنمشيو لهاد الدبلجات هادو اللي هما دبلجات الصويري الدبلج الصويري اللي بغات واحد مرحبا الثاني الثالث نبداو بهاد القياس اللي هذا القياس ديالو قياس 6.6 هو 6.6 18 غرام فاصله دي سي كيبقى 18 غرام فاصله دي سي كيبقى القديم هذا 750 درهم للغرام 13600 درهم 13600 ديال الدرهم 13600 درهم كنمشيو لهذا حتى هو قياس ديالو 6.6 ما شاء الله الوزن ديالو قديم بارطاجيو الناس ديال انستغرام راضيه تبارك الله اختي ليلى قالت لكم اسيدي دائما تبداو بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرتني الله يحفظها كل خير ويبارك لها أم ملاك إلياس يا سلام على أم البنين وأم الصالحات تبارك الله ما كيجاوبوش على لا غني بغي يبيع سلعته لا أختي كنجاوبو على كل شيء طبيعة الحال حنا كنجاوبو على اللي بغي يبيع سلعة فعلا حنا اختصاص ديالنا هو البيع والشراء ماشي غادي نجاوبو على حاجة اللي ماشي غير البيع والشراء اختصاص ديالنا هو التجارة حنا اللي كيجمعنا بعد الصلاة على رسول الله وبعد الأخوة هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتجارة ها هو تبارك الله عليكم إذا هذا الميزان ديالو فيه 17 غرام فاصلة 93 ثمن ديالو 750 درهم 13400 درهم اللي سبقات خدات شي حاجة الله ينفعها واللي ما عندهاش الله يوجد ليها واللي عندها الله يبارك ليها واللي عندها مازال أمال في مضمة بن مجدول كاين أختي إيه كاين مضمة عندي حاجة زوينة ما شاء الله كاين كذلك هذا واللي عندها الله يبارك ليها واللي عندها الأمال في تشري مرحبا بها واللي ما عجبهاش الحال الله يقنعها وهكذا الدنيا هكذا دائما الحياة مستمرة 17 غرام و70 كيبقى 13200 درهم هي 1320 ديال الأورو ها هي هانتوما الله مبارك حسنا فاميل مرحبا رد البال واحد الولد ما تعاملش معايا مزيان في الواتساب مرحبا اختي مرحبا ربما ياش معنا حنا ولا شنو مرحبا اختي ان شاء الله تصلي معنا ويكون خير ان شاء الله مرحبا هادشي ربما شوف ياش من اش من تاريخ اختي كاين بوحيه اختي الف مرحبا ساره كاين بوحيه بارطاجيو البنات
راضيه الراضيه تبارك الله، الراضيه الراضيه الله يسخر لك السي الحاج امين. شكرا على المرور ديالك على الدعوات الجميله الراقيه تبارك الله اختي الطيبه. كاين هذا في 26 غرام الثلاثه، 26 غرام. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هاد البراسليات. يلا يلا البنات يلا سخنوا لي هاد اللقاء هذا باش نمشيو بعيد، باش يعني اليوم عندي لكم واحد اللايف اللي هو سريع جدا ان شاء الله. كاين هاد البراسليات، شوفوا معايا براسليات على شكل جميل، زينه وخزينه دائمه. شوفوا معايا الذهب غادي في ازدياد، غادي في تصاعد. كنا شلنا رجع وفرحنا، قلنا الحمد لله القضيه غادي تنزل، سرعان ما الذهب رجع ثاني للثمن ديال الشباب ديالنا والبنات ديالنا. راه الذهب ما فيه اشتقاق، كنا كنقدروا صراحه ما كناش كنعلموا، ولكن كنا كنقول بان الذهب ما فيه اشتقاق، لكن كانت التوقعات ديالنا وكانت يعني الشيء ما كناش حق، حنا بغيناش يطلع الحق، ولكن طلع ما عندنا. نقولوا كنت كنقول انا البنات واستغلوا طلع هاد الهبطه هادي، ها هو ثاني طلع. ولا دابا الخام بوحدو كيدير 714 درهم، هي القليله 710 درهم، فما بالك بالقديم ومستعمل وجديد، راه هضره اخرى حديث ولا حرج. 26 غرام ها هي كتبقى الثمن ديالها، اللهم بارك. هذا كيبقى 19600 درهم، 1950 ديال الاورو، ولكن القياس ديالو كذلك هو هذا قياس 5.8 هانتوما هانتوما البنات. كاين هاد الدباج ثلاثة، فينا هو التاج ديال هذا، فينا هو التاج هذا، فينا هو هذا التاج ديال الدباج، فينا هو. شوف لي عندهم هاد الدباج التاج ديالو هذا. على كل حال كاين البنات لي كيبغيو ديال الفيس، كاين هاد الموديل هذا، لقيت فيهم مجهول لا هذا هذا التالت ديالو، يلا بعتو لي واحد المرا. كاين هاد البراسلي هذا، شوفو معايا، كاين هدا حتى هو، كل واحد فيهم هادو في الميزان ديالهم. هذا فيه 11 غرام، كيبقى الثمن ديالو 11 غرام، كيبقى 8300 درهم، 830 ديال الأورو. الله يحفظك اختي الزهراء غورميت، مرحبا غورميت، مرحبا. الرخاء كلشي بغيناه اختي، ولكن ما شاء الله حنا بغينا الرخاء، حيت حنا الذهبيه فاش كنشريو الرخاء كنبيعو الرخاء، حتى حنا كتبقى معنا القضيه غاليه فاش كنشريو الذهب. حنا شحال من واحد كيسحب واحد الذهبيه ملي كيهبط الذهب كيطلق على الطاق كيطلع عليهم الدم وكيتقلقوا، هذا خطا، خطا البنات اللي كيظن، او خطا المشاهدين اللي كيتابعونا، وخطا الناس اللي كيتوقعوا بان الذهب راه ملي كيهبط الذهبيه كيتقلقوا. ابدا، الذهبي اللي هو كيبيع ويشري بالعكس، الغلا ما كيبغي حتى واحد، وخا الذهب كيطلع حنا ماشي كنتحكموا فيه، حنا الذهبيه مجرد بحالنا بحالكم، انتم كتستهلكوا كتلبسوا، حنا كنعاودوا كنبيعوا ونشرو، حنا هز حط هز حط هز حط. لكن انتم البنات كاين اللي كيفكر بهذا الفكر، كنسمع بان كيقولوا راه الذهبيه كيفرحوا كيبغوا غير يطلع غير غلا، لا ابدا، الغلا ما كيبغي حتى واحد، حيت حتى الانسان فاش كيبغي يعمر الذهبي باش يوجد لكم البنات السلعه، راه كيمر بواحد المجهود باش انه يوجد لكم واحد القضيه، واحد المساله من المسائل، او واحد الطلب من الطلبات ديالكم. عندكم تظنوا بان الذهبي هذا راه عنده غير شي مجره، ولا عنده غير شي واد، ولا عنده شي عين، ولا عنده شي ولا عنده شي بير، لا ابدا، حتى هو مجرد كيشوف واحد الحاجه وكيبيعها وكيتسنى. انت يا بنتي، انت لا، انا كيجي تاخذي عنده هذا باش يطمع هو فيك باش تاخذ من عندك واحد القسط اللي هو الربح اللي هو محدود وهو معدوم وهو معروف. دابا بعض الناس كيكون ما حتى ما عارفينش، كيقول لك ودي الذهبيه بغي، لا الذهبيه راه مجرد راجل بحال بحال. 10.6 كيبقى الثمن ديال هذا 8000 درهم، 800 اورو، 800000 فرنك. شوفوا ما شاء الله 800000 فرنك. اذا هذاك ذهبي، انا كنوجد لك كنمشي نشري هذا الذهب هذا، كنخلص الخدام، كنخلص كلشي الامور اللي هي واجبه عليا، وكنوجد لك بنتي لالا. كاين كذلك هاد الدباج هادو قدامي، هانت يا مولاتي، زينه وزينه دائما. الاصاله المغربيه والانامل المغربيه والثقافه المغربيه والجوده المغربيه والخصوصيه المغربيه، سبحان الله، كاينه عند مجوهرات المتوكل. مجوهرات المتوكل هذا هو الهدف ديالنا، ان نرفعوا من القيمه ديال المنتوج ديال بلادنا، لان المنتوج ديال بلادنا الخصوصيه ديالو ما كاينش شي بلاصه الا عندنا، الا عندنا حنا المغاربه الحمد لله على هذه الخصوصيه اللي ما كيقدرش شي واحد انه يديرها غير المغاربه. كاع اللي بغى يدير حاجه شي ديال المغاربه ها ما كيصدقش الا المغربي الحر الاصيل، بحال هاد المعلميه هادو، بحال الصناعيه هادو، بحال هاد الناس اللي هما عرفوا
يديروا هذا. حتى خارج البلاد كاين شي امور كيديروها المغاربه سبحان الله، واخا يسمع شي واحد اخر غير مغربي ما كيطلعهاش بحال المغربي. هذا الشيء اللي كاين، وهذا ربما الناس اللي الخارج، الناس ديال اوروبا، الناس ديال الغربه الغربه كيعرفوا هذه المساله اللي كنقول، هما اللي كيحسوا بهذه المساله هذه. حتى الناس اللي هما خارج البلاد كيبغوا المغربي اللي هو في الغربه هو اللي يخدم لهم الامور الخصوصيه ديال المغربي. واخا يجي داك مول شي انسان اخر من باكستان او من بنغلاديش، او يجي شي انسان اخر من اسيا او في امريكا او من ايطاليا او من فرنسا، يبغي يخدم الصنع المغربي، سبحان الله اليد ديالو ما تعطيش بحال اليد ديال المغربي. فخصوصيات ديالو لا 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 يتقنها الا اهل المغرب. واخا يدير اللي دار، هذا في الغالب، دائما انا كنتكلم على الغالب، هادشي شاهدته وهادشي عشناه. اذا هاد الصناعه هادي وهاد الجماليه المغربيه، واخا واحد اخر اللي مغربي هنا ربما كيظن هاد الكلام بانه غير كلام يعني كتجي عادي، لكن ماشي عادي. اذا هذا اصاله مغربيه، انامي المغربيه، على قلت الله اكبر صدقه كيف كيقولوا المغاربه، كلام حق ان شاء الله. المرعين عمك سي محمد عيط عليه روح عزيز سلم عليهم. سيدنا محمد رسول الله. أبو عندك خالد؟ سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم. كيف بخير بسري؟ الله يهنا بخير. كيف لين الحاج؟ السلام عليكم. تسناكم ولا؟ قال لك كي تسناكم. قال لك راكي تسناكم. والله ما عرفش، ما عرفش صراحة. هو قال لي نقول لكم شو. سلام عليكم. شمع بدر. كيفك بدر؟ بدر في مقدومة. لا إله إلا الله، لا شريك له، وكل حمد لله كل شيء. إذن على بركة الله، بعد الأذان نستمر إن شاء الله. هاد جوج دبال هادو فيهم 30 غرام ونص، 30 غرام ونص كيبقى الثمن ديالهم جوج المليون و 56 ألف ريال، 22 ألف و 800 درهم. أهما اللهم بارك. القياس ديالهم، القياس ديالهم فيهم 6.6، ميزان كل واحد فيهم فيه 15 غرام وشي شويه. كاين هاد الدبيجات هاد وديال المواج، هاد البراسليات ديال المواج، شوفوا معايا البراسليات ديال المواج زوينين حتى هما، والميزان ديالهم خفيف ماشي ثقيل. زينه وخزينه دائما اللي هي الشعار ديالنا. البنات، انتم البنات، انتم العاشقات واصحاب الذوق الرفيع، شوفوا معايا تقولي ما ملبوسينش، تحيه لكل مغربيه أنيقة كتهلا في السلعة. شوفو تبارك الله، هادي كلها معاهم تلبسو، شوفو الجمالية ديالهم تبارك الله، هاهما زوينين. لكن شاعت قدرة الله، 16 غرام و 30، هاهي 16 و 30 الثمن ديالهم هادو، ما شاء الله كيبقاو 12300، 1230 أورو، 1230 أورو. نمشيو معاكم الحوايج الآخرين. بالنسبة كاينة السرد الأخرى، هاهي جميلة تاهي ديال البراسليات. تواصلوا دائما مع عبد المنعم في الهاتف ديالو اللي هو 06 78 91 34 27. شوفوا معايا البراسليات هادو، الواتساب دائما معاكم، و 07 75 04 66 32. العفو اختي ليلى، الله يحفظكم. اذا البراسليات شوفوا كيفاش دايرين، زوينين، زينه وخزينه ما شاء الله. دائما تحيه لكل عاشقه وكل مغربيه كتحب بلادها تبارك الله، وكتحب الخصوصيه ديالها. هاد المنبر مجوهرات متوكل كتحييكم، وتحيه للمغاربه كاملين في جميع انحاء المملكه المغربيه الشريفه. هاد البراسليات الثلاثه فيهم 29 غرام و70، الثمن ديالها اللهم بارك، هذه كتبقى 22500، جوج المليون و50 الف ريال، جوج المليون و50 الف ريال. يا سلام، 22500 درهم. هاي سمحوا لي، كاين كذلك هاد البراسليات الجميلات، ها انتما
الجمال للجمال والنوادر للنوادر، واللي ما شراش الحمد لله يتنزه مع راسه ويتمتع مع راسه، واللي ما شرا يتنزه، واللي ما شراش ولا شرا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصير الصابون حسبي ليها 1100 درهم. لا لا اختي لا، اقسمي لك المبلغ وغادي يبان لك شحال حسبت. عصير الصابون فيه 70 غرام، فيه 60 غرام، قول 61 غرام. اذا نرجع هذا باش ما نضخش، هذا براسلية شوفوا كيفاش دايرين، باقي جدادين. الميزان ديالهم على بركة الله فيهم 28 غرام 40، 28 غرام عفوا 28 غرام فاصلة 40 فاصلة 38، الثمن ديالها اللهم بارك 750 درهم. هي جوج المليون 21300 درهم، 21300 درهم. تحية لكلكم البلاد ديالنا، الناس ديال الانستغرام تبارك الله عليكم، في مشكلة الناس ديال الفيسبوك. يلا حنان، يلا زينب، يلا بيان، يلا فيكم، يلا بارطاجيو لنا ديال الفيسبوك. يلا شكون باقين معطلين؟ يلا بالي ورا قرب نساليو، بالي وقبل ما نساليو. يلا على بركة الله. يلا الناس ديال التيك توك، يلا الناس ديال التيك توك صلوا على رسول الله، يلا صلوا على الحبيب. شوفوا معايا هذا البراسي العجيب اللي هو ديال، شوفوا كيفاش داير. شوف بنتي، شوف لالا، النوادر ما شاء الله. شوف اش كيتحل من هنا، شي حاجه زوينه. ها هو كيتحل بحال هكا، شايف؟ ممتاز. ها هو روعه ما شاء الله. الوزن ديالو هذا ديال الكلو، الوزن ديالو 12 غرام فاصلة 93، كيبقى الثمن ديالو 9900 درهم، 990 اورو. زينه وخزينه دائما. شوفوا معايا، شوفوا الفن. تحيه لنزيل اسفي الحاجي، يمكن غلطي في كلشي كيقول بعد ما على درامة تجربة أكثر من ياك لا تنعود ها ياك غلط هذا ربما. ها هو الثمن، عاود أختي تما في 60 غرام فاصلة، الله يعزيك بخير، 95. ها هي مضروبة، أي تماما. اسمحوا لي، عندك الصحة أختي. شكرا شكرا لك اختي. تماما تماما غلط في هذا، هذا كيبقى ب 47000 درهم، انا قلت واقيلا 70000 درهم. جزاك الله خيرا استاذ ليلى، شي انتبهت لك اختي. اختي قالتها ولكن الاخت في تيك توك قالتها ولكن ما فهمتش. الله يعطيك الصحه والسلامه الكريمه فاطمه الزهراء، حياك الله ما شاء الله. انا معايا الناس اللي كيعاونوني، معايا الناس اللي كيساندونا، معانا الناس اللي كيدعمونا، معانا الناس اللي كيقومونا، معنا الناس الحمد لله عز وجل اللي يعني كينبهونا على كل ما هو يعني غير صواب. وجزاك الله بخير، احسن الله اليك، احسن الله اليك، بارك الله. اي واحد شاف شي ملاحظه الله يجزيكم بخير يقولوها لنا، سواء على المباشر او على الخاص، حنا الحمد لله عز وجل نتناصر بعضياتنا. اذا هذا 49000 درهم، انا قلت 7 المليون. اي 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 كون جات شي وحده جاب لي 7 المليون دابا وتعدينا عليها، الله يلاح حشومه، جزاك الله بخير. إذا هذا 47000 درهم، 4 المليون و700 ألف فرنك. ها هو، الله يجزيك بخير، باش ما تفهموناش غلط أستاذة. شكرا أستاذة كريمة، باش ما تفهموناش غلط، فعلا غلط في هذا. أنتم شفتوا تبارك الله هذا غلط، حال 47 ناقص 70، أوه شحال زدنا؟ 2 المليون و300 ألف فرنك. الله يعطيك الخير أختي فاطمة الزهراء، قلت لك فاطمة الزهراء باش ما يفهموكش غلط وانا كنت يخفيك. جزاك الله خير، وهذا باش كافي اختي، بارك الله فيك، احسن الله اليك، والله يكثر امثالكم، الله يقدرنا ويقدركم، وجزاك الله بخير. اذا هذا شكرا على هذه الالتفاته هذه، هذا دوزناه. ها شوفوا معايا هذا ديال فان كليف، مشيو على بركه الله، ام نعمه يا مرحبا. نزهه العلوي السلام عليكم، بغيت دمليج الصويري 20 غرام. نشوف اختي ان شاء الله، هذا فيه 13.70 13.70 الثمن ديالو كيبقى. شوفوا معايا 10500 درهم، 1550 اورو، 1050 اورو، شوف 1050 اورو، الله يحفظكم، جزاك الله بخير. هذاك فيه قياس 6.1. شكرا مينا، بارك الله فيك مينا بالدار، ولا ما عرفتك السميه، اسمحي لي اختي فعلا. شكرا، اسمحي ما عرفتش نقرا السميه ديالك. على كل حال شكرا لك على الدعم وعلى السنده وعلى التقويم ما شاء الله. هذه فيها 32 غرام و 30، اللي بغى شي فان كليف واعر ها هو، فان كليف صحيح هو هذا، فان كليف فاش ما كيكون ثقيل عاد كيكون مزيان. هذا فيه 6.6، 6.6،
6.6 زوين ممتاز. 6.6 الميزان ديالو 32 غرام او 32 غرام و30 كيبقى الثمن ديالو ما شاء الله 24300 درهم. 2,430,000 فرنك، 2,086,000 ريال. شوفوا معايا الظن كيف كيدير، شوفوا العروض الجذابه والخلابه والنادره. دائما الناس النوادر اللي كيقلبوا على شي حاجه زوينه هي يعني مجوهرات المتفوقين. اليوم يوم السبت، الليله ليله الاحد، اليوم ان شاء الله السهره مع مجوهرات المتفوقين. السهره لكم ومنكم واليكم مع الذهب ومع المجوهرات ومع الآلي ومع كل ما هو جميل ومع زينه وخزينه، زينه وخزينه. شوفوا ما شاء الله، شوفي هانتي هانتي يا استاذه، هانتي يا الدكتوره، هانتي يا بنتي، في اي موقع كنتي فيه هانتي. هل الجمال، هل الفن، هل الادخار، هل الطاقه الايجابيه، الطاقه الراقيه والرائعه ديال البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك كاين هاد ثلاثه دبالج، هاد ثلاثه البراسليات ديال البيس زوينين هما، ثلاثه البراسليات واعرين على بركه الله. الميزان ديالهم هو هذا، ومن هذا المنبر كنقول للعرسان في جميع انحاء المملكه المغربيه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير. كاين هادو 23 غرام و70، ها هما هاكا للعروسه، هاكا ابا اسماء، يا مرحبا، مرحبا بابي اسماء، بارك الله لي عروسين وبارك الله لهما وجمع بينهما في خير. هذا كندير هاد الله وعندي شي هادي، اللهم بارك. الان كلشي كيقول امين في هذا الخير، هذا ما واحد العرس ادعوا معاهم الله يكمل بخير. اذا هذا 26 غرام، عفوا 26 غرام، الحمد لله تاخذت عليه واحد العروسه تلاقات مع هذا اللايف هذا وندعوا معها لعل الله تعالى تكون نكون حسب الخير ان شاء الله. 23 غرام و70 هادو، شوفوا معايا وزوين هادو 23 غرام و70 كيقوم 17900 درهم، 1790 اورو، 1790 اورو. زوينين هادو ثلاثه واعرين، اللي بغيتوهم اللي بغاتهم لا تواصلي على بنتي حياكم الله. ها هو كاين كذلك هذا براسلي زوين، الثمن ديالو فيه الميزان ديالو 7.4، الثمن ديالو ها هو كيبقى 5500 درهم، 550 ديال الاورو، 550 ديال الاورو، 110000 ريال. القياس ديالو 5.8. عبد المنعم قرب لي ولدي السلعه هنا، خرج شي ما دوزتش، قدم لي شنو هو الثالثه ديالو. شوف هي الثالثه ديال هذا، تلقى عليا هادو اللي دوزت حيدهم. كاين هاد الشرط هادي، هاي ها ها واحد واحد عندهم حق، قلب عليها عرف هادوك فيها ديك جعدتك. بالنسبه للدباج كاين هاد الشرط هادي وكاين هاد ثلاثه دباج، ها هما ثلاثه دباج عجبوني انايا، ثلاثه دبيجات زينه وخزينه. شوفوا كيدير البنات، شوفوا البنات، شوفوا صحابه الاختيار الراقي والرفيع. ثلاثه دبالج في هاد الشكل العجيب اللي هو فيه الشكل مزوق وسامبل، وكاين واحد ريش سامبل. اذا هذا زينه وخزينه، القياس ديالو قياس 6.1، 6.1 فيهم 3 فيهم 28 غرام و30، الثمن ديالهم كيبقى 750 درهم. يلاه 21200 مجوهرات المتوكل نازله الى اقصى ما يمكن في الثمن. زينه وخزينه بنتي، ها هو ها هو بين يديك ما شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كاين كذلك هاد السبعه، هادي السبعه زوينين، السبعه ما شاء الله الميزان ديالهم، السبعه فيهم 82 غرام ونص، 82 غرام ونص، 56000 درهم. اسمح لي ولدي، 82 غرام ونص، 80 غرام ونص كيبقاو 63500 درهم. مرحبا بخير مساليك، 63500، 6,070,000 ريال. شوفوا معايا هو ممتاز. كاين كذلك الشرتله، هاد الشرتله الواعره هاهي، الشرتله خطيره هاذي، الشرتله عجبتني هاذي، زينه وخزينه هاهي، الشرتله ديال الادخار،
السرتلة ديال الجمال، السرتلة ديال الفن، السرتلة ديال اشوفوا معايا كيفاش ديال السرتلة واعره هذه، السرتلة خطيره ما شاء الله. الميزان ديالها هو هذا، الميزان ديالها ما شاء الله فيها 99 غرام ونص، 99 غرام فاصلة 6.49، الثمن ديالها كيبقى هذه كتبقى 75000 درهم. ما عقلتش شكون ديال اسماء درتو انا، درتو تما فواحد الساشيات 75000 درهم، 7 دمليون ونص، 7 دمليون ونص، هي 7 ونص، 7 دمليون ونص هادي وعرقيت ياودي صافي. الميزة ديالهم 99 غرام ونص، هاهما 99 غرام ونص. يلا البنات يلا بارطاجيو، الناس ديال الفيسبوك شو ما محركينش معنا، مالو هاد الفيسبوك هذا، الناس ديال الفيسبوك ما محركينش معنا، مالو اش واقع اش عندكم؟ شوفوا معايا تبارك الله، الناس ديال انستغرام خدامين، الناس ديال تيك توك خدامين، قنوات خدامين، فيسبوك ما خدامينش. ياكم لاباس ياك اودي لاباس؟ حسنا اغرام يا مرحبا اغرام، بارطاجيو البنات ديال فيسبوك بارطاجيو. يلا صلوا معنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين شي سرت لاختي كزا، كاين خير موجود، يلا بيرنا يلا باليو بارطاجيو، صلوا على النبي الانامل المصلية على رسول الله، لها كل السداد والتوفيق. إذا هذا 75000 درهم، 7 المليون ونص، سمعتوا الميزات تبارك الله فيها 100 غرام. عندنا كذلك هاد الدبيجات هادو، هاد الفرودة هادو، هاد المنعم ولي، هادو أجمع هادو، كاين هاد الفرد هذا وهذا، كاين هذا، هاد الدبيج هذا ديال الوردة، القياس ديالو، القياس ديالو هو 6.5. 6.5، الميزان ديالو 15.72، 11800 درهم، 11800 ديال الدرهم، 11800 ديال الدرهم، 1180 اورو. كاين كذلك هذا بالنسبة على عرفت دابا الذهب القديم كيبدا من 700 درهم، لا بالنسبة ماشي القديم اختي، وإنما بالنسبة للذهب الخام كيدير 710 درهم دابا الآن. هاد البريج هذا اللي باقي صغير، كاين هاد البريج هذا، الله أكبر، هذا في الوزن ديالو، في الثمن ديالو، الوزن ديالو 4 غرام و20، الثمن ديالو كيبقى 64000 ريال، 64000 ريال. اللي بغا شي دبليج قياس صغير 64000 ريال، القياس ديالو قياس 5. كاين كذلك هذا القياس ديالو 6، هو قياس 6، يلاه بارطاجيو البنات. الوزن ديالو الثمن ديالو 10 غرام ونص، كيبقى الثمن ديالو 7790 اورو، 790 الف فرنك. اللهم بارك تبارك الله على عواطف اختي، يا مرحبا بعواطف، يا مرحبا محمد سالم، زهير او زهير، دنيا الحاج تبارك الله عليك. شوفوا معايا هذا البراسلي هذا، شوفوا معايا الفن، لميا يا مرحبا لميا، شوفوا معايا هذا الدريج هذا، هذا البراسلي هذا اللي هو في الميزان ديالو كيبقى الميزان ديالو فيه 37 غرام وديسي، كيبقى الثمن ديالو 27800، 27800، 2,780,000 فرنك. رحمك الله يا سليم. عندي واحد البراسلي خطير، واحد البراسلي خطير، تقدر تقلب على شي قياس صغير وجميل، ها هو براسلي روعة، فيه 5.6، ولكن زينة وخزينة اللي كنلومو، اللي كتقلب فيه تخزن رزقها، وتمتع مع الجمال ديال الذهب، وتعيش مع عالم الموضة، عالم زينة وخزينة، عالم الادخار، عالم الاعتماد، دائما الاعتماد على الله، تما الاعتماد على هذا الخير، هذا اللي هو خير اللي هو الذهب. شوفوا معايا، شوفوا الجمالية في هذا البراسلي هذا، ممتاز، ثقيل وزوين. الميزة ديالو اللهم صل على محمد، فيه 47 غرام و40، 47 غرام و40. شوف هاد المجتهدة، شوف هاد الراقية، شوف هاد النادر اللي غتاخد هذا، صراحة براسلي ولا أروع ولا أجمل ولا أنقى منه، ما كاينش هاد البراسلي، ممتاز ما شاء الله.
يا ربي صلي على الحبيب، يا ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحية للمغاربة كاملين، تحية لنادي الوجدة، يا مرحبا نادي الوجدة بدا كيطلعوا علينا، يا مرحبا، اللهم بارك، اللهم بارك. إذا هذا قلنا فيه 47 غرام، 47 غرام و40 الثمن ديالو، اسمعوا معايا الثمن ديالو، هذا كيبقى 36,000 درهم، 3,600,000 فرانك. ولكن نتوما تعبروا، نتوما تبرهنوا، نتوما تشاهدوا، نتوما تشوفوا الجماليه ديال هذا الجمال، الاناقه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا السدر ديال كديره، اسمعوا الترتيقه ديال القفل ديالو. محمد سالم زهير، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا مرحبا، يا مرحبا بمحمد سالم وبآل محمد سالم وبأصدقاء محمد سالم. تبارك الله عليك سيدي محمد، تبارك الله على الشرف، شرف الدين، يا مرحبا شرفتي. إذا هذا 36,000 درهم، كان سارة سي تبقى نهضر، سمحوا لي وعلى زربان ما شاء الله، كاين هذا براسي حتى هو. شوفوا معايا الخدمة دائما، شوفوا معايا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اللهم صل على سيدنا محمد. كاين هذا البراسلي هذا اللي فيه 13 غرام وديسي، الثمن ديالو كيبقى الثمن ديالو ما شاء الله 9,900 درهم، 990 فرانك، 990 أورو، ولكن ما شاء الله القياس ديالو هو هذا، القياس ديالو 5.8، 5.8. اليوم كاين رمضان، اليوم كاين الشراب، اليوم كاين قضية مهوية ما شاء الله، مهورة تبارك الله، وقضية زينة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. كاين هذا ما شاء الله، شوفوا معايا الغورميطا الرادكو سلسلة تعليقة الجودة، زينة وخزينة ما شاء الله، لأجل التقريب، لأجل الإيضاح، لأجل التوضيح، لأجل البيان، كنبين لكم هاد السلسلة هادو بهذا الشكل اللي هو عجيب وغريب وراقي، راقي دائما. تحية للمغاربة ديالنا، وتحية للناس ديال الخارج، تحية للناس ديال أوروبا، فرنسا، كذلك إيطاليا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، وتحية للأستاذة هند، تبارك الله على الأستاذة هند اللي اليوم جات عدة الأيام من الدواء من لعل هولندا، اللهم بارك. إذا مرحبا بجميع الجالية المغربية خصوصا، وإن كنا كنوحدوا الجميع المغاربة ديالنا نقول مرحبا بكم، بل حتى الناس خارج المغرب، حتى اللي ماشي مغاربه، مرحبا بهم. عندما جوهرات المتوكل اللي كيبحثوا على الخصوصيه المغربيه، اللي كيبحثوا على النوادر اللي كتمتاز به بلادنا، ها هي شويه ما شاء الله، شوفوا معايا ما شاء الله، هذا السلسله هذه، هذا الكرفاج هذه بهذا الشكل، فيه 36 غرام و20، الثمن ديالها ما شاء الله، الثمن ديالها 27,000 درهم، 2,700,000 فرانك، 2,700,000 فرانك. الله يبارك فيك شرف الدين عواطيف، الله يودي عواطيف تبارك الله، اسم جميل، وأهله أفضل إن شاء الله عز وجل، ولكل واحد من اسمه نصيب. شحال ثمن غرام ديال الرادكو تبارك الله، الناس ديال الفيسبوك غادي تبارك الله في تألق، غادي في ازدهار، غادي في نمو، يلاه باليو. إذا هذا ها هو دوزناه، نمشيو كذلك لدبلجة أخرى، كاين هاد ثلاثة هادو، دبلجة ثلاثة هادو، بسم الله، بسم الله على بركة الله، ما شاء الله، نشوفو شحال دوزنا هاد الوقت، حيت كنسى راسي، ما شاء الله، 36 دقيقة، 36 دقيقة، ولا أروع ولا أجمل، كاين هاد ثلاثة الوراثيات اللي هما زوينين، فيهم 14 غرام و20، نعم ولدي، نعم، خير الله يسخر. هذا كيبقى 10,600 درهم، 10,600 درهم، ها هو 10,600 درهم، مرحبا أستاذة، هذا كيبقى 1,012,000 ريال، ها هو، ندوزو للمضيمات اليوم، ندوزو للمجدودو اليوم، ندوزو للكورميطات، حقيقة هادشي كيدوخني، أنا بلاصتكم كفتو بلاصتي غدوخو، ولكن ما عندي ما ندير، كاين هاد التعليقة هادي بهذا الجمال، شوفوا معايا، كدار في المجدود، كدار في السلسلة، كدار في الجوهر، كدار في أي حاجة. ها التعليق، ها العلاقة ديالك كدار منها، وكدار منها وكتجي بحال هكا، أنت لا مولاتي، شوفوا معايا كيفاش دايرة، شوفوا الوجه الحقيقي والواقعي، شوفوا معايا كيفاش دايرة الجمال. مجوهرات المتوكل، الناس والبنات العيالات اللي كيتابعونا، لا مولاتي الحرة الأنيقة الحادقة اللي كتابعني، وكتابع مجوهرات المتوكل،
جميع انحاء المملكه المغربيه خارج الوطن داخل الوطن حنا كنتوجهوا في بلاد المغرب، المغرب الحبيب، المغرب الاخضر. حنا كنتوجهوا في مدينه الدار البيضاء الكبرى، مدينه الاقتصاديه للمملكه المغربيه العلويه الشريفه. حنا كنتوجهوا في قصاره المجرى شارع الفدار رقم ديالنا 86 مجوهره المتوكل. دائما الاختصاص ديالنا هو الاشياء الجميله والاشياء الراقيه والاشياء الخصوصيه ديال المغرب. التميز ديالنا هو اظهار وابراز الخصوصيه المغربيه، الثقافه المغربيه في مجال الذهب، كما جميع الثقافات في المغرب غادي في النمو غادي في الازدهار. مجوهره المتوكل حنا ايضا كنوضعوا البصمه ديالنا وكنوضعوا كذلك الجهود ديالنا باش كنبينوا كل ما هو جميل وكل ما هو جديد في مجال الذهب، في مجال ديال المجوهرات، في مجال ديال الرقي والآلئة الذهبيه الراقيه والرفيعه. كتجلى في هذا الجمال. هاك يا لاله مولاتي، هاك الفن ابنتي، هاك يا اختي، هاك يا لاله، هاك يا الروعه، الروعه والجمال، الروعه والاناقه، الخصوصيه المغربيه، الصانع المغربي. من هذا المنبر كنحيص كل صانع مغربي، كل صاهر على يعني ايصال كل ما هو جميل للمراه المغربيه العريقه، المراه المغربيه الجميله، المراه المغربيه الرفيعه بذوقها تبارك الله. شوفوا معايا، شوفوا معايا ما شاء الله، هذا الوزن ديال هذا ما شاء الله، الوزن ديال الله 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 29 غرام و60 في كنادي كان عند المجوهرات المتوكل 29 غرام و60 ولكن تبرع عليا مع راسك الخصوصيه اللي كنتي فقط 29 غرام و60 كيبقى الثمن ديال هذا الجمل كيبقى 22000 درهم و800 جوج المليون وشخر و56 الف ريال الحاج دبلون اللي دوزتي ثمن بوحدو وقيل لا واخا اختي مرحبا. اذا هذه ها هي كتسناك بنتي، هذا الدبلون بوحدو ربما كتقصدي هذا اختي، ها هو ممكن توصلي مع الدراري باش ان شاء الله تعالى يقربوا علينا، ربما كتقصدي هذا، ها هو الدبلون بوحدو، ها هو هاو كيتركب بسم الله. الدبلون بوحدو فيه في الميزان ديالو، فيه في الميزان ديالو 9 غرام، ليش 9 غرام فاصله 0.8 نقولوا 9 غرام. الثمن ديال الدبلون بوحدو كيبقى 6900 درهم، 690 اورو، 690 الف فرانك، 138 الف ريال. هاو حنا نخدم معكم انا والدراري خدامين كي يخدموا الاغراض وكيبيعوا ويشريوا مع كل اللي كيتابعونا وكيتابعوا مع الكليان. اذا باش نحاول نجمعوا باش تشد الوقت ارتقيت انني يعني نحاول ندير هذا اليوم اللايف بحال هكا. اليوم كاين هذا الكورميت، هذا شوفوا معايا الميزان ديال هذا الكورميت، هذا فيها 27 غرام و80، الثمن ديالها كتبقى 27 غرام و80 عفوا 27 غرام و80 عفوا، الثمن ديال هذه 22000 درهم، 2 مليون و40 الف ريال. لكن شوفوا معايا الذهب، شوفوا معايا الجمال، شوفوا معايا الزينه وخزينه مجوهرات المتوكل معكم سعيد مسافر دائما. كاين هذا المصحف التقديم زينه وخزينه وجمال واناقه وروعه، شوفوا معايا كيفاش داير من الداخل ديالو، شوفوا معايا ما مسحته وما درت ليه حتى شي حاجه، كي شريته باقي هو باش ما ينضر، ما مزال هذا يضرب شي مسيحه وما تعرف غادي يزيد يجمل يكون اجمل. ها هو باقي هكا، كنخلي السلعه كي شريتها باش حتى ياخذ هذيك الساعه يقول لي بصحه ولا شي حاجه زيدها شي شويه. اذا هذا الميزان ديالو قديم، هذا 29 غرام و70 يبقى الثمن ديالو الله 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 22600 درهم، 22600 درهم. تحيه لالفاس، تحيه للناس ديال الكناس، تحيه للشرفاء في ما كانوا في المغرب، تحيه لاصحاب الضمير الضمائر الحيه اللي كتعرف عشق الحاجه الزوينه الفنه الروعه تبارك الله. كاين تبارك الله الذوق في عند البنات ديالنا، الذوق عند المرأة المغربية صراحة، صاحبة الذوق الرفيع وصاحبة الاختيار الرفيع هو المرأة الباسة العاشقة تبارك الله. تحية لكل عروسة، تحية للعرسان اللي هما مقبلين على كذلك على الزواج، نقول لهم بارك الله للجميع. شوفوا معايا هذا 22600 درهم، شوفوا ما غلطت عاوتاني بعض المرات 26 غرام فاصلة 76 اللهم صل على الحبيب. ها هو 22600، 22600 درهم. سكرينوا الناس ووصلوا للمعلومة، حنا معاكم. كاين هذا البراسلي، هذا شوفوا معايا هذا البراسلي هو هذا الخاتم. مرحبا سي الحاج، انتما تصوروا بنا مع العرسان. الدراهم تخلص الدوبل، ها
داخل خلص دوبل زين. الكيس ما الكيس ما ما تسكر. الله يلا تستاهلوا كل خير. تستاهلوا كل خير الله يلا أنتم كذلك ناس طيبين الله يلا ناس طيبين ناس خيرين. لا 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 بزاف غير قدي أنا مع الله ممكن بي معكم شد. هاي ستريس هذا بحيث انا خدام واخا كنهضر معاك ثاني واحد الاخ واحد العريس اليوم الله يكمل عليه بخير اللهم بارك بالحيه واللبه ما شاء الله. اذا هذا براسلي شوفوا معايا كيفاش كيدان شوفوا معايا البنات شوفوا معايا هذا براسلي خطير شوفوا معايا كيفاش داير براسلي وخاتم ديالو اللي بغاتو الخاتم ديالو في الهميزات دائما حنا في مجال الهميزات 22 غرام و40 الثمن ديالو كيبقى ها هو كيبقى هذا 17000 درهم 1700 ديال الاورو 1700 ديال الاورو مسكيه محاش بقى عندي لا الا بان شي حاجه المسكيه ان شاء الله ما دابا محاش عندي مسكيه هما الغورميطات الغورميطات اللي بغات شي غورميطات ها هما عندي حاجه قليله في الغورميطات كاين الغورميطات هادو هذه ها هي هذه ها هي هذه ها هي وهاد كاين هاد الكرميطات هادو زوينين كاين هاد هادي ديال الكلو فيها في الوزن ديالها في الثمن ديالها هادي فيها ما شاء الله 3 غرام و40 كيبقى الثمن ديالها 2600 درهم 260 اورو هادي 252000 ريال هادي كتبقى 52000 ريال الصوره واضحه اللويزا استاذ شرف الدين كيدير 520000 فرنك 104000 ريال كاين هاد البضاعه تكون هذا الوزن ديالها ما شاء الله الميزه ديالها فيها 9 غرام و80 9 غرام و80 كتلقى الثمن ديالها 7600 760 اورو 760000 فرانك يعني 760000 فرانك كنمشيو لهذه حتى هي فيها 17 غرام و40 17 غرام و40 ها هي الثمن ديالها كتبقى 13500 13500 ديال الدرهم كاين كذلك هاد الكورميطه هادي الميزان ديالها 7 غرام و30 7 غرام و30 7 غرام و30 الثمن ديالها كيبقى 5700 570 اورو 570 الف فرنك واعره هادي 114000 ريال هذاك الميزان الصغير اودي خالد ديك الميزان الصغير وكاينه هادي فيها 14 غرام وديسي الثمن ديالها كتبقى 10600 هكا قريب ليا هذاك هذاك تقول لي هذا 10800 درهم حطوا لي انا حيت الاخر كبير تنبغي في الدربيت اذا هذا كيدير 10700 درهم ممتاز احسنت يا عبد المنعم اذا ممتاز شوف كاين كذلك كاين هذا صافي كاين كذلك هذا السيستم هذه طويلة جميلة ما شاء الله كاين هاد الميزان هادي فيه 27 غرام فيها 27 غرام و40 هاديك الماكينة وليدي 27 غرام فاصلة 4 هاهي 27 غرام و40 هاديك كتبقى ب 21000 درهم جوج المليون 20000 ريال جوج المليون وعشرين ألف ريال يا سلام يا سلام على الجمال كاين كذلك هذه ديال هاد الكولي الهميزات البنات كيعرفوا هاد الفن هاد الروعة كيعرفوها لمن ومنين هادي ديال الرافينيتي اللب الله يخليك مرحبا إيمان أختي إيمان أمين شكرا إيمان وتحية الإيمان وتحية لأهل إيمان مرحبا اختي ايمان حالا كاين اللب ان شاء الله تعالى هذا الكولي هذا ديال الرافينيتي في الهميزات 25 غرام فاصلة 4 شوف معايا الرافينيتي عند مجوهرة المسوقين الرافينيتي عند سعيد مسافر بثمن جد مناسب شي ثمن راقي ورائع لان هذه كتعرفوا الثمن ديالها شحال دايره لكن مجوهرات المتوكل كتدبر لكم دائما على الهموز دائما كتدبر لكم على الذهب القديم والمستعمل والجديد كذلك ها هي هذه الزوينه ما شاء الله الوزن ديالها 25 غرام 40 كتبقى الثمن ديالها ها هي كتبقى 19600 درهم
1960 ديال الاورو. ما شاء الله، شوفوا معايا هذا التقريب الايضاح للايجاز لاظهار السلعه فقط. ها هو اذا الذهب اليوم، الناس اللي كيسولوا على الذهب اليوم غادي في تصاعد الذهب، ما كاينش الرجوع، كيرجع شويه ويطلع عاوتاني. كيبدا ايما كنقول لكم حنا راه بغينا ينزل، كنقول دائما للبنات، كنقول دائما للعائله ديالنا والمتابعه ديالنا، تيقوا كون على يقين بان الذهبي راه كيبغي الذهب ينزل باش يبيع ويشري، لانه باش ما طلع الذهب باش ما كتبقى معنا حنا القضيه ماشي سهله. الى غير المراه او شي انسانه طلبت ديك الكوموند ما هي ما لونها باش نوجد ليها، اللي بغات مثلا مضمه عطاتك غير عربه وقالت لك وجد ليها مضمه، هي الا غير باش نوجد ليها مضمه شحال خاصك؟ خاصك واحد الطرف كبير، بخلاف الا كان الذهب قليل، عفوا اذا كان الذهب رخيص كتكون القضيه سهله. اذا هذا كيبقى 19600 درهم، 1960 اورو. بطبيعه الحال دائما كنوريكم السلعه ماشي سلعه، يعني سلعه عارفين موليها، عارفين شحال كتقام، البنات عارفين شحال كتقام جديده. اليوم عند مجوهرات المتوكل هي كتوفر بثمن غير متوقع. كنمشيو لهاد الكورميطه كذلك، هي السلعه راه عندي مخلطه، كل مره نجيب لكم كورميطه دبليجه تبعوا معايا. اللي بغات شي حاجه توصل مع 22 غرام فاصلة ديسي، الثمن ديالها 22 غرام وديسي كتبقى 16600 درهم، 1660 اورو، 16660. حياكم الله تبارك الله عليكم. اذا كاين ما يتشاف اليوم، غادي نمشيو للبولحيه، ما عرفتش شكون وصلني على بولحيه. اهو كاين واحد السطوار، واحد السطوار، شوف معايا السطوار، ما شاء الله السطوار جميل، السطوار راقي ورائع، جمال ما شاء الله، ما شاء الله على هذا السطوار. الوزن ديالو كيبقى الوزن ديالو فيه 18 غرام و20، 18 غرام فاصله 20. الثمن ديالو كيبقى 14200 درهم، 1420 اورو، 1420 ديال اورو. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على سميتو كيسولوني على النظام، حنا غنبداو في النظام دابا. كاين هاد السرتله هادي جميله ما شاء الله، براسليات سامبل، الوزن ديالهم 16 غرام و60، 16 غرام و60، ها هي 16 غرام و60، 16 و60. الثمن ديالها كتبقى ها هي 12900 درهم، 12900، ولكن زينه وخزينه، جمال راه فن. نتوما تحكموا البنات، نتوما تحكموا العيالات، نتوما تحكموا النساء، تحكموا على هذا الفن. بالنسبه للمضام، دوزوا للمضام لان باقي ما يتشاف، ولكن دوزوا هاد البلحية، عفوا ها واحد راه فين ترى باقي ما يتشافش. كاين عفوا كاين واحد السلسله هي واحد الكورميطه بهذا الشكل هذا، تحيه للناس ديال الحي الحسني، كاين هاد الكورميطات هادو بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كورميطه، كورميطات زوينين، الميزان ديالهم فيهم 4 غرام و80، الثمن ديالهم كتبقى هادي 3800 درهم، 380 اورو، 3800، 3800 حتى هي فيها 4 غرام و60، الثمن ديالها كتبقى 3600 درهم، 360 اورو، 360 الف فرنك. امين رب العالمين. اوكي كذلك هاد السلسلة هادو، السلسلة ديال هادي ديال الكورميط، ها هي كورميط، السلسلة ديال الكورميط ها هي، الوزن ديالها عبد المنعم، عبد المنعم، عبد عمك كيعيط، خمسة هادي فيها 5 غرام، كتبقى 3900، 390 اورو، 390 عزيز، 390 اورو. تحية للعالمي، تحية للشرفاء، مولاي عبد السلام، 26 غرام فاصلة 33، الثمن ديالها 19000 هادو، 19700. الصويري كتقلب على الصويري، ها هو 19800، 19800 درهم، 19800 ريال الدرهم، ما
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبارك. اذا كما وعدناكم وعودناكم دائما مع الجديد كاين هذه الكرميطه هذه 11 غرام و 70 كاين هذه الاخرى حتى هي شوفوا معايا 11 غرام و 70 ها هي الثمن ديالها كتبقى 8990 اورو 890 فرانك. وكاين هذه الاخرى فيها ما شاء الله فيها 26 غرام و 30 الثمن ديالها 19800 1980 اورو. تحية الشرفاء، تحية العائلة العريقة، عائلة الأدارسة، عائلة الشرفاء، حياكم الله تبارك الله عليكم، شرفتونا. يا أهلا يا مرحبا. كيف كذاك البراسي العجيب كيف غير الجاكوار هو. لا لا فان كليف كيقولوا الرمز ديال الصليب، واش عندك شي معلومه الله يجازيك بخير؟ لا لا اختي لا، ما فراسناش هذه القضيه هذه ان فان كليف عالم ديال الصليب او شي حاجه من هذا القبيل. حنا ما عندناش هذه القضيه هذه، ما فراسناش ما يتعاود. لا كي شي وحده كيبقاو يدوي، ولكن ما عندهمش شي حاجه اللي هي صحيحه. هذيك لا علامه علامه نقول هنا غزوقه فقط، ما فيها حتى شي حاجه. 29 غرام و 20 ها هما 29 غرام و 20 الثمن ديال هذا الخير هذا كيبقى 22500. واش الحاج كيقولوا الفان كليف الرمز ديال الصليب، واش عندك شي معلومه الله يجازيك بخير؟ لا اختي هذه ما فيها حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي امر اللي هو يعني يستدعي انكم تخلعوا من هذه القضيه هذه، او لا شي حار ما فيها ولا شي حاجه ابدا، او شي حير ما فيها. كاين هذه الحلقات هذو 1500 درهم 1500 واخا نمشيو 1500 هذه 1800 درهم، هذه 1800 حلقات 1800 درهم، وهذو 1500 درهم. يلا البنات كوريانا حلقات كوريانا. اذا على بركه الله. كاين هذه السلسله هذه عندي ديال فان كليف مع شوبر، ها هي فان كليف مع شوبر الفن هنا عند مجاورة المتوكل. الخصوصيه عند مجاورة المتوكل هي الثقافه المغربيه، هي الجودة المغربية، هي الأناقة المغربية. هذا 7.40 غرام الثمن ديالو كيبقى 5600 درهم، 560 أورو. يا سلام 560 ألف فرانك، 112 ألف ريال كتاخدي على كتاخدي يعني علاقة غاية ديال 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 الفيس، وكتاخدي معاها الشبارة الأصيلة. شوفوا معايا الشبارة صحيحة ديال الجمال اللي هو وصحيحة تبارك الله. كلمة سفر بنات كلمة قال، لكن دائما الحق يقال أن التوقف عند الجمال يعني التوقف عند الجمال له كل الاحترام وكل التقدير. دائما دائما الجمال له يعني خصوصية ديالو، واحد البهار ديالو. يبقى للجمال شرف، ويبقى للجمال نظرة خاصة. شوف ما شاء الله دراستي هذا خطير. شوف 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 بنتي، شوف لالا، شوف شوفوا الذهب كيفاش جميل، جمالية الذهب، طاقة الذهب طاقة إيجابية. زينة وخزينة ديال مولاتي. راه بارطاجيو البنات بارطاجيو. مرحبا بكم عند مجاورة المتوكل، مرحبا بكم عند مجاورة المتوكل. 38 غرام هذا فاصلة 15 الثمن ديالو كيبقى الله مبارك، هو كيبقى 29200 2920 ديال الأورو. خاتم الاناناس كبير. اذا حنا كيسولنا ولا كيتسائل علينا، حنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء في صيط المجرى شارع الفداء الدار البيضاء. الرقم الهاتف ديالنا 06 61 93 98 90. اذا دائما الف مرحبا بالمتابعات ديالنا والمتابعين ديالنا. حنا اللي كيسولنا امتى كنحلوا الصباح، كنحلوا مع الثمانيه عفوا، كنحلو مع 10:30، المهم على كل حال 11. كاين هاد البراسليات هما، شوفو معايا هاد البراسليات. يلاه جاو براسليات في الذهب القديم المستعمل الزينه وخزينه. ها هما هادو ثلاثه البراسليات، ها هما قياس قياس عجيب. شوف معايا ما شاء الله براسليات زوينين، براسليات واعرين ممتازين انيقين
هاد الميزه ديالهم بالمنعم اجيب لي اجي جيب لي هنا 42 غرام فاصله 37 شوف لي هاد التيك توك ضرب من الحوايج باش باش يبان خالي شوف تيك توك اجي خالي اجي بسم الله اذا هادو فيهم 42 غرام 42 غرام و 37 مضروبه في الثمن ديالها 3 مليون و 200 الف فرانك 32 الف و 200 درهم 3220 ديال الاورو 3220 ديال الاورو ها انت يا بنتي ها انت يا لالا ها انت القديم ها القديم القديم هذا القديم اللي كتقلب على شي حاجه قديمه ديال الفم الخابيه راه هو كاين القياس ديالو 6.3 شوفوا معايا شوف الدق المغربي شوفوا النقش القديم او النقش ديال السبعينات او الستينات هذا شوفوا معايا الجماليه هنا نتوقف كما يقال هنا نتامل كما يذكر هنا يعني ينبغي يعني تجديد النظر في هذا الجمال وهذه الخصوصيه وهاد النوادر ديال الذهب خطير هاد الدبليج هذا سبحان الله الخدمه نادره لما نشوفو بحالها بالنسبه للثمن ديالو الميزان ديالو فيه 34 غرام فاصله 70 34 غرام فاصله 75 الثمن ديالها اللهم بارك هذا كيبقى قديم هذا كيبقى 27 الف درهم جوج المليون و700 الف فرانك 2700 ديال الاورو وهذا الشكل هذا عنده النفس ديالو خاص لان قديم هذا هو هو ما شاء الله كاين كذلك التصوير هذا الجمال تاعو زوين الميزان ديالو 15 غرام الثمن ديالو كيبقى 11200 درهم 11200 ديال الدرهم 1120 ديال الاورو وكاين هاد الدباج هادو فيهم 7 ما شاء الله كاين هاد الموديل هذا دباج ها هما الدباج ديال دق ليبرا او ما فيهم 6 دبلج هميزه ما شاء الله زينه وخزينه بالنسبه للوزن ديال الخيل هذا الوزن ديالو هو فيهم 62 غرام فاصله 70 الثمن ديالهم اللهم بارك اللهم بارك 62 غرام فاصله 70 كتبقى ب 4 مليون و700 الف فرنك 47 الف درهم 47 الف درهم 47 الف درهم ما شاء الله بعد المليون 700 الف فرانك بالنسبه للقياس ديالو بسم الله بلاتي نجبد هذا القياس نعطيكم القياس ديالهم ما شاء الله هو القياس ديالهم هو هذا القياس ديالهم قياس 6.2 6.2 6.2 كاين كذلك هذا البراسلي هذا الميزان ديالو فيه 13 غرام فاصله 97 الثمن ديال هاد البراسلي هذا كيبقى ب 10500 درهم 10500 ديال الدرهم 1050 ديال الاورو وكاين كذلك هاد الحلقات ديالو والتعليقه ديالو حلقات وتعليقه شوفوا كيفاش دايرين الميزان ديالهم هو هذا الميزان ديالهم فيهم 19 غرام و30 الثمن ديالهم كيبقى بهادو 14400 درهم 1440 اورو 1440 ديال الاورو يا مرحبا يا اهلا وسهلا بالمتابعه ديالنا ومرحبا بالجميع مرحبا بالجميع اللي كيتابعنا كاين كانت كورميت ديال القرطاسه ها هي كورميت ديال القرطاسه الميزه ديالها هو 5 غرام و70 الثمن ديالها كتبقى 4400 درهم 440 اورو 88000 ريال كورميطه ب 88000 ريال حميزه ما شاء الله فنه الروعه ما شاء الله ها هي عند مجوهرات المتوكل كاين كذلك هاد البراسلي هذا الميزان ديالو كيبقى 10 غرام وليتي كيبقى الثمن ديالو 7700 درهم 770 ديال الاورو 7700 ديال الدرهم شوفوا ما شاء الله نمشيو للمضام المضيمات البنات هما الاولين بالنسبه كي عندي المجادي عندي هاد المجدول هذا وعندي هذا خليل قرب لي ولدي هادوك المجادل باش ندوزوهم ما شاء الله مجادل كيبغيو مجادل ها هما
وكاين هذا رجل الله وكاين هذا مجدول وهذا مجدول مازال ما ركبناش فيهم الخيوط كنقولوا حتى يعزلوا اللي غيعزلوا اللي بغات شي حاجه ديك الساعه نديروا ليها المجدول اللي بغات كاين هذا شو كيفاش داير ها هو مجدول كيجي في اللبسه ديالو بحال هكا البنات نتوما عارفين اللبسه ديالو كيجي بحال هكا الميزان ديالو هادو حجره روزا فيهم الميزان ديالو اللهم بارك الميزان ديال هذا فيها 68 غرام 68 غرام ما شاء الله الثمن ديال هادي اللي كتبقى 52500 درهم 5 المليون و 250000 فرانك البنات اللي كيسولوني على هما جاوا هادو اللي كيسولوني على القياس هادو لان كان عندي واحد دوزت منهم ديال 12 13 مليون 11 مليون 14 مليون 10 المليون هادو ها هما 52500 درهم 5 المليون و 50000 ريال ها هي قبل ما يمشيو هاد الوزن وهاد الثمن وهاد الجوده وهاد الميزات قلال جدا ها هما اليوم عند مجوهرات المتوكل كاين كذلك هذا ها هو شوفوا معايا هذا ديال روزا حره روزا اصيله روزا عريقه روزا ديال المغرب الصنعه وثقافه وجمال هذا كذلك الوزن ديالو الميزان ديال هذا الجمال الميزان ديالو فيه 62 غرام فاصله 90 بقى الثمن ديالو اللهم بارك شوفوا معايا شكون 49000 درهم 49000 درهم الله 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 49000 درهم هات يا بنتي 4,900,000 فرانك عند مجوهرات المتوكل حجر حر اصيل ديال الروزا وانت اختاري اللون والذوق ديال المجدول اللي غادي ديري فيه وتبرعي ليا مع راسك ودعي معنا كاين كذلك هذا اخر الثاني احنا نطلعوا ثاني نطلعوا هذا الثقل بدا كيبدا شوفوا كذلك هذا المجدول هذا تبارك الله ما شاء الله شوفوا 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 الفن اللي جدا شي حاجه تكل على الله اللي جدا شي حاجه توقع ها الفن ها الجمال ها الذهب الله 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 كل شيء زوين تبارك الله انت يا اختار لي مع راسك بالنسبه لهذا المجدول هذا فيه الوزن ديالو 104 غرام 104 ما شاء الله فاصلة 65 كيبقى الثمن ديالو هذا 82000 درهم 8 مليون و 40000 ريال 82000 درهم ولكن دائما كل حاجة عندها الذوق ديالها وكل حاجة عندها الامتياز ديالها والتميز ديالها والتفوق ديالها وكل شيء لله الحمد الذهب كله جميل زينة وخزينة ها الخيبة بلاش ها انتم شوفوا يلا صلوا معي على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل عليك رسول الله هذه هي كذلك ثم كاين ذلك هذا المجدول هذا ها هو هذا المجدول اللي هو اخر عنقود في المجاديل ها انتم شوفوا هادو شوف معايا هذا المجدول هذا زوين ما شاء الله تبارك الرحمن الله 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 هذا زوين ما شاء الله تبارك الرحمن هذا خدام ها خدامه هذا روعه ما شاء الله ثقيل زوين همه مهيب هذا تبارك الله حجر ديالو روزا ولكن كيبقى دائما يعني هذا خطير هذا تا هو المجدول اللي بغيتي لا نديرو فيه اش قال لي كاع نكملو لكم الماما ما كاين حتى مشكل شوفوا معايا الوزن ديالو شوف 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 الوزن ديال هذا الله 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 هذا حط من الرقم القياسي حط من الرقم القياسي في الجوده والروعه والجماليه والهيبه ما شاء الله في 218 غرام فاصله 90 218 غرام فاصله 90 كيبقى الثمن ديالو سمع معايا 17 مليون و100 الف فرانك 171000 درهم ها هو 17 مليون و20 الف ريال 17000 اورو 17100 ديال الاورو الله الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله ما شاء الله سي سعيد الله يحفظكم امو مرحبا شيماء اللهم بارك والله ما كيجاوب صحاب تيك توك انا معاك اختي تفضلي اختي شيماء رادكو مرحبا رادكو كاين اختي مرحبا رادكو كاين 20 غرام 22 30
التخفيف ما عندناش هادو حاليا ما حاضرش 17 مليون و100 الف فرانك. تحيه للناس ديال تيك توك وتحيه للناس ديال فيسبوك وتحيه كذلك خاصه للناس ديال انستغرام تبارك الله عليكم. اذا ها هو الجمال. نمشيو لمضم لمضم ها هما واحد المضمة لا اله الا الله محمد رسول الله مضمة واعره في 463 غرام ونص 463 غرام ونص هي باش غنبداو 463 غرام ونص. الله 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 هادو هما العروسات اللي قلت لكم اللي محضر لكم العروسات اللي هما مقبلات على خروج من عند المجوهرات المتوكل. ها هي شوفوا معايا الجمال والاناقه وشوفوا معايا كذلك الدق ديال هاد الصناع المغاربه العفاريت هاد الصناع المغاربه الصناع المغاربه اللي كيتبدعوا كيبدعوا في مجال ديال النقش والدق المغربي والدق الاندلسي والدق شوفوا معايا شوفوا ابناء الشرفاء اش كيعرفوا تبارك الله شوفوا الامهات ديالنا شوفوا اللي لينا تبارك الله هاد الصناع الخطيرين هاد الناس اللي كيتقنوا هاد الجمال شوفوا ما شاء الله شوفوا يا مولاتي شوفي الحطه ديال داك الحشر كيفاش محطوط شوفي الزخرفه الجميله الراقيه اللي هي كاينه في وسط هاد المضمه وزيد شوفوا الابداع المغربي اللي هو الابداع حاضر وابداع يعني بين ابداع كيتلج القلب وكيتلج الصدر وكيتلج الفؤاد وكيتلج الفكر ما شاء الله. شوف يدل على ان الناس راه ماشي ناعسين المغاربه ديالنا في جميع الميادين ما ناعسينش في جميع الميادين محركين كيبدعوا تبارك الله عليكم المغاربه ديالنا تبارك الله الجميع المغربيات والمغاربه النخبه اللي ما ناعساش النخبه اللي دائما كتسهر النخبه اللي عندها العزم على انها توصل. شوفوا ما شاء الله دائما هذه المضمه خطيره اللي كتوزن 400 وزياده انا نزيد الميزان ديالها ولكن شوفوا حتى من الداخل ديالها كيفاش دايره شوفوا السدادات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك شوفوا الجمال شوفوا الثقافه شوفوا الروعه شوفوا الله 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 على المغاربه الله على الصناعه المغربيه مضمه غايه في الجمال مدمرها ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الله احسن الخالقين شوف هذه هي العروسه اللي قلت لكم تخرج من عندي كتسنى شي مؤمنه تكون تحزن بها ما شاء الله انتم البنات انتم اللامولاتي انتي تبارك الله على السي حسن انت السي حسن الاخ ديالنا تبارك الله جا خد الزوجه ديال واحد المضمه هاد اليوم تبارك الله هذا الرجل الطيب خلق الله تبارك الرحمن نبغيو ولا الناس هكذا يتعاملوا هكذا تكون الثقافه المغربيه الثقافة اللي هي إن شاء الله النشر ديال المحبة والأخوة والتعبير الله 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 شوف نشوف ما شاء الله الله يحفظنا وإياكم شوفوا معايا الزوينة هذه أنا بغيت نحطها نسيت راسي بقيت كنهضرها بوحدي سمحوا لي البنات شوفوا لي راه الجمال كيعجبني وكنت ها راسي مع هذا الفن هذه فيها 463 يا سلام فاصلة 50 الثمن ديالها اللهم بارك واسمعوا البنات سمعوا هذه كتبقى ب 35 مليون و700 الف فرانك 35 مليون بلاتي السي احمد 35 مليون و700 الف فرانك تحيه للبنات والعيالات ديال المحمديه تحيه للناس ديال المحمديه بوزنيقه ما شاء الله هذه 35 مليون و700 الف فرانك 35700 ديال الاورو 35700 ديال الاورو ما شاء الله تحيه للناس ديال تمنصورت شوفوا معايا الناس ديال مراكش الناس ديال اسفي حياكم الله هانتوما إذا هادي 35 مليون و700 الف فرانك شوفوا معايا هادي وحده اللي كاينه ما شاء الله الابتسامه تبارك الله على سوسو دائما الله يخليك ديما مبتسمه دائما ضحكه فاطمه خليها ليا يا مرحبا اللي بغاتها مرحبا بها سلمى خليها ليا مرحبا اختي سلمى يا مرحبا حمزه يا مرحبا اذا هذه ها هي 35 مليون و700 الف فرنك
اللي كتقول بارتمان كنقول لها انتي المغربيه المغربيه الحره الحادقه في جميع الميادين، نقول تستاهلي اكثر من هذه المضمه، لان المراه حقيقه مكانتها كبيره تبارك الله. المراه حقيقه اللي هي مره المراه يعني لها بصمه، لها وجود، لها ثقافه، لها صبر، لها ولها تستحق كل خير. شوفوا معايا هذه المضمه، هذه المضمه كذلك راح المضمه جديده فيها ميزات زينه وخزينه. اللي بغى الزينه وخزينه ها هي، شوفوا معايا هذه الزينه وخزينه تبارك الله. شوفوا معايا امينه، يا مرحبا استاذ امينه. امينه يا مرحبا خديجه كذلك، مرحبا بملك، يا مرحبا صافي اختي سلمى الى كتبها لك الله تعالى. ها هي لك اختي سلمى، مرحبا تواصلي معنا عبر الهاتف ديالنا اللي هو 0661 93 98 90. الناس ديال تيك توك كتبوا هذا، الله يجازيكم بخير، ديال تيك توك كتبوا هذا الهاتف 06 61 93 98 90. اذا هذه المضمه هذه فيها ما شاء الله 263، الثمن ديالها كتبقى الدقة 20 مليون، 20,000 أورو، 20,000 أورو، 20,000 أورو، تبارك الله 20,000 أورو، هاهي 20,000 أورو، 20 مليون، هاهي بين يديكم 20 مليون، هاهي 20 مليون بين يديكم. أستاذ ملك يا مرحبا، 20 مليون هاي الآن كتبين لكم مدى الجودة ومدى الصناعة ومدى الرونق ديال الذهب اللي هو أصيل عندنا المغاربة. احنا عندنا الذهب أصيل في عندنا، عند وليداتنا وعند الأمهات ديالنا وعند البنات ديالنا. إذا هاد المضمة ما شاء الله جميلة، اللهم بارك. كنمشيو كذلك واحد المضمة أخرى، ها هي واحد المضمة، هادي المضمة هي كذلك زوينة. حنا كانت تواجدوا في كاسات المجرى الشرعي في دار الرقم ديالنا 86، الهاتف ديالنا 06 61 93 98 90. أو لا ما تخليوناش، مرحبا أستاذة طيبة، ما تخليوش نحضروا بهم. ألف مرحبا، ألف مرحبا أختي، يلا أختي مرحبا بك، أجي إن شاء الله وخذي اللي بغيتي، يا مرحبا. إذا هاد المضمة هادي قديمة مستعملة، هميزة، ها هي هميزة بين يديكم كتبان لكم، الوزن ديالها على بركة الله فيها 200 غرام، هادي فيها 200 غرام، الثمن ديالها كيبقى 15,400,000 فرنك، 15,400,000 فرنك، 15,400 ديال الأورو. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا من جميع الجهات، لأنها الوضوح دائما هو اللي كيلعب الدور ديالو. ما شاء الله تبارك الله عليكم، يلا لاله سلمى، هانتوما البنات، هانتوما اصحاب الرقي، اصحاب الزينه وخزينه، الشعار ديالنا هو زينه وخزينه. اذا بعد ما سمعونا الصلاه على رسول الله، يلا سمعونا الصلاه على النبي، يلا البنات، يلا العيالات سمعونا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوقف واحد دقيقة بعد ما نصلوا على رسول الله، يلا صلوا معنا على النبي، يلا العاشقات في رسول الله، يلا العاشقات في النبي. ها هو بوحية، ها واحد بوحية حداكم، هادي 107 غرام، ياك هذا 107 غرام، 107.2 غرام. الله الله الله، ها هو بوحية، ها هو الجمال اللي كيبحثوا عليه كل مغربية. هاد بوحية الكرفاج، بوحية أشوفوا معايا كرفاج بوحية ما شاء الله. حنا كنتواجدو في مدينة الدار البيضاء، عاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية العلوية الشريفة. الآن معكم سعيد مسافر مجوهرات المتوكل، بارطاجيو البنات. حنا اللي بغى يتواصل معنا مرحبا به، يجي لقسات المجرى يسوى على مجوهرات المتوكل. المتوكل معكم، سعيد معكم. حنا عند الطلبات ديالكم، ما عليكم إلا أنكم تواصلوا معنا. إذا هذا 107.2، 107.2، الثمن ديالو ها هو ما شاء الله، هذا كيبقى ب 96,000 درهم، 9,600,000 فرنك، 9,600,000 فرنك، ها هي، ها هي. اللهم صل على سيدنا محمد،
الله الله على الناس ديال تيك توك، تبارك الله عليهم، ما كاينش غير بديت لهم الصلاه على النبي، وبدا كلشي يصلي على النبي. ها هما بداو كيصليو على النبي، اللهم صل عليك يا رسول الله. انتم معايا، هذا كيبقى 96000 درهم، 9,600,000 فرنك، 9,600,000 فرنك. وكاين هذا مورايا الرافينيتي، هذا قديم، وهذا ديال الرافينيتي حتى هو كذلك جوده راقيه ورائعه ومتميزه ما شاء الله. ها هو شوف اللي بغات هذا، ها هو كاين، واللي بغات القديم ها هو كاين. الاذواق تختلف والاراء تختلف، ولكل يعني الرؤيه ديالو ولكل الذوق ديالو. بالنسبه لهذا كيبقى ب 96000 درهم، 9,600,000 فرنك، 9,600,000 فرنك. ها هو 9,600,000 فرنك، يبين لكم ها هو 9,600,000 فرنك، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا 9,600,000 فرنك، 26000 96000 درهم، 96000 ريال الدرهم. ما هو تواصلوا معنا اللي بغاتو، مرحبا بها. 96000 درهم. كاين هذا الاخر حتى هو الوزن ديالو، عفوا كاين هذا في 61 غرام، كاين هذا الكولي هذا 61 غرام. زينا وخدينا الهميزه تاع البنات، الهميزه تاع البنات 61 غرام وديسي، 61 غرام وديسي. شوفوا معايا 61 غرام، اللي بغات شي كولي، اللي بغات شي رادكو في هذا الجمال. دابا مزيان، شدو صوبة خلي صوبة مزيان. واحد الفاصل قصير، واحد الوقفة، كنصوب واحد الهاتف قريب إخوة. إذن على بركة الله، هذا ديال رافينيتي، هذا هو الحيط ديال رافينيتي، فيه 56 غرام، 26 تبقى الثمن ديالو. هذا كيبقى ب 50000 درهم، 50000 درهم، 5 المليون، ما شاء الله، 5 المليون. هاو هذا كيبقى 5 المليون، 50000 درهم. هذا كيبقى 5 المليون، 5 المليون، أيوا 50000 درهم، تبارك الله، 5 المليون. ها هو بين يديكم، وهذا اللي مورايا كيبقى 96000 درهم. هاو هما جوج بولحية، شتو باقي خصنا نوريو، باقي خالي شي حاجة، صافي باقي المنظمات باقيين. اي دوزناهم. اذا حياكم الله، بقي يتشاف لكن الوقت لا يداهمنا، ولكن ما دام نديرو. اذا معكم مشوفرات المتوكل، كان معكم سعيد المسافر. صلوا معنا على رسول الله، اللايف نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله. اللي بغى الرادكو ديال العنق راه كاين، اللي بغى ديال الليل راه كاين، اللي بغى حوايج اخرى تواصل معنا عبر الهاتف ديالنا. الدراري كيسوجكم، جنود الخفاء دائما معكم، دائما يراقبون تحركاتكم، يراقبون مكالماتكم، يراقبون استفساراتكم، يراقبون ملاحظاتكم، فمراقبتكم تهمنا ودعمكم يهمنا، وحنا بعضياتنا حتى واحد ما كامل، الكمال لله عز وجل. اذا مع الهميزات ومع الادخار والصلاة على رسول الله، اذا الذهب دائما هو زينة وخزينة. اللي بغى يتواصل معنا الف مرحبا، حنا مجرد متوقين. اللي شرع عندنا مرحبا به، واللي ما شرعش عندنا كذلك نقول له حياكم الله، وتشرفنا بمعرفتكم وتشرفنا كذلك بدعواتكم. واول حاجه كتجمعنا معكم هي الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهالدعوات اللي هي دعوه خير، وهالسهره اللي هي سهره مع الذهب، سهره مع الاستفاده، سهره مع عروض ديال الحاجه اللي هي جميله. كنقول لكم بارك الله فيكم، حياكم الله، سمحوا لينا تقلنا عليكم وطولنا عليكم، كان شي حاجه ما عجبتكمش كنتمنى انكم تاخذوها ان شاء الله بقلب صدر رحب ان شاء الله تعالى. حياكم الله، كان معكم جوهرة المتوكل، دمتم في رعاية الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.